مرحبا بكم، معكم ياسر قصدي كونسلتون كوندويت شونجمون في لاسوسيتي ريباتيس، واليوم ان شاء الله غادي نجاوبكم على التساؤلات التقنيه. بالنسبه للميزاجور دو لا بلاتفورم روخاس، فاحنا كهذه المنصه وحنا كنقوموا بدي ميزاجور بصفه دوريه لاجابه على المتطلبات ديال جميع المستعملين ديال هذه المنصه. فهاد لي ميزاجور كنقوموا بهم جينيرالمون لي ويكاند ولا لو سوار ولا جينيرالمون اوغ دو طرافاي. علاش؟ باش نتوما تكونوا كتشتغلوا في هذه المنصه ما تحسوش باللي كاين شي اشكالات في المنصه. وغالبا او في بعض الاحيان كتحسوا ببعض الاشكالات كيوقعوا في بعض الملفات من بعد هذه الميزاجور اللي كنقوموا بها. وباش حنا نتجاوزوا هذا المشكل غادي نحاولوا اننا نوليو نتواصلوا معكم قبل اي ميزاجور غادي نديروها في المنصه، باش نتوما تاخذوا الاحتياطات ديالكم وتعرفوا شنو هما المميزات الجداد اللي تزادوا في المنصه، وتحاولوا تعرفوا كيفاش تعاملوا معهم فيما بعد. بالنسبه للتيليشارجمون ديال الوثائق، فبامكان اي مستعمل ديال المنصه سواء كان موظف او عضو اللجنه او مرتفق انه يتيليشارجي الوثائق من الملف ديالو. باش يقوم بهذه العمليه ما عليه الا يدخل الملف اكسي دوكيمو، من بعد غادي يلقى مجموعه ديال الوثائق اللي توضعوا في لي دوكيمو اون لونتري، الوثائق اللي هما موقعين غتلقاهم في البلوك ديال الوثائق او لي دوكيمو سيني، والوثائق اون سورتي اللي هما الوثائق اللي كيخرجوا في الاخر ديال المسطره. باش اننا نتيليشارجيو شي وثيقه كنمشيو للوثيقه اللي بغينا وكنكليكيو على اوفغيغ، من بعد كيظهر لينا بغينا نشوفوا ليستوريك ديال لي دوكيمو، فممكن تكليكيو هادشي اللي شفناه في الفيديو سابق، وممكن انكم تكليكيو على هذا البوطون باش انكم تيليشارجيو الوثيقه اللي بغيتو. باش نتاكدوا من التوقيع على لي بلون او اي وثيقه موضوعه في المنصه، فبامكان موظفين الجماعات او اعضاء المصالح الخارجيه انهم يتاكدوا من هذا التوقيع فيا هذا لو فيزيونور بي دي اف اللي كاين في المنصه. ممكن انكم تكليكيو ديريكتومون على هذا لو بوطون اللي كاين الفوق على اليسار، من بعد كتمشيو للبوطون الثاني اللي هي كونتوني دوكيمو، وغادي تظهر لكم واش هذا الدوكيمو هو موقع الكترونيكمون ولا لا. وكما كتلاحظوا ان كيبان لينا تحت لحظات ديال التوقيع وشكون وقع الى اخره. وكاينه الامكانيه الثانيه الا كنتو كتستعملوا لابليكاسيون موبيل ايروخاس، فكاينه واحد المنيو اللي هي فيريفيكاسيون دوكيمو. هاد فيريفيكاسيون كتمكنكم انكم تسكانيو واحد لو كود بار اللي كيكون عندنا في لو بلون ولا كيكون عندنا في الرخصه، وان فوا كتسكانيو فكيظهر لكم الوثيقه الاصليه اللي كاينه في المنصه، وبالتالي تقدروا بهذه الطريقه انكم تاكدوا من التوقيع الالكتروني ديال الوثائق. بالنسبه لتفعيل المنصه الرقميه رخص على مستوى الاقاليم او العمالات والجماعات، فهي الحمد لله حاليا فاعله في جل الاقاليم والعمالات، ولكن ممكن تلاحظوا ان بعض الجماعات مازال ما بداوش يشتغلوا بالمنصه، وهذا راجع لا بروسيدير ديال تفعيل المنصه. فبالنسبه لهذا لا بروسيدير، اول حاجه اللي كنبداو بها هي تكوينات اللي كتكون على مستوى العمالات اللي كيحضروا فيها الموظفين ديال الجماعات، وكنحاولوا نديروا لهم تكوين على استعمال المنصه. من بعد ما كيتكونوا كتجي المرحله ديال انشاء الحسابات الالكترونيه، فهاد الموظفين لازم انهم يتوفروا على حسابات الكترونيه باش يدخلوا يتريتيو الملفات ديالهم، زائد يتوفروا على لي كلي دو سيناتور الا كانوا كيوقعوا في شي مرحله من المراحل ديال المسطره. من بعد ما كيتوفروا على هاد المستلزمات كامله، كيجي القرار العاملي اللي كيحدد فيه السيد العامل على واحد لا دات اللي غادي يحبسوا فيها لا ريسبسيون ديال الملفات بالصيغه الورقيه، وغيبداو يستعملوا المنصه. وين فوا خرج هذا القرار، فحنا كنعتبروا هذيك الجماعه تفعلت عندها المنصه، ويقدر اي مرتفق يوضع الطلب ديالو عن طريق المنصه في هذيك الجماعه. شكرا على التتبع ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.